السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم، ويا رب إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة والأمان. نرحب بكم في مسابقة معارف التراث التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة بموسمها الثالث. راح نكون معاكم في هذا الموسم مع فرق مختلفة من الجامعات العراقية، وراح يتبارون فيما بيناتهم في سبيل الوصول إلى أعلى النقاط وإن شاء الله الفوز بالجوائز المخصصة في هذا البرنامج. الجائزة الأولى 5 مليون دينار عراقي، والجائزة الثانية هي 3 مليون دينار عراقي، والجائزة الثالثة هي 2 مليون دينار عراقي. راح نكون معاكم متسابقين الأحبة الكرام، نرحب بكم فريق البصرة علي وحسين ومجتبى، وكذلك فريق كربلاء محمد وبشير وزهير، وراح نكون إن شاء الله خلال الوقت القادم بثلاث جولات ضمن هذه المسابقة. مثل ما تعرفون حضراتكم أنه المسابقة بها ثلاث جولات، الجولة الأولى تحتوي على 4 أسئلة، وكذلك الثانية والثالثة. الفكرة هنا في هذا الموسم أنه كل سؤال راح يكون مخصص لشخص واحد من حضراتكم، يعني السؤال الأول راح يكون مع مجتبى، السؤال الثاني راح يكون مع حسين، وهكذا مع علي ومحمد وبشير وزهير، ما عدا السؤال الرابع فقط من كل جولة راح يكون هو موجه للفريق ككل. فهنا نحتاج أن نتعاون ونتوصل للإجابة الصحيحة حتى نزيد رصيدنا من النقاط، وبالتالي نتأهل إلى الدور القادم ضمن هذه الجولة، جولة المسابقات، كوننا احنا اليوم في دور المجموعات وأنتم اليوم في هذه الجولة والخطوة الأولى ضمن المسابقة. إن شاء الله جاهزين ومستعدين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى لكم يا رب التوفيق، ونتمنى منكم الحماس والاستعداد والإصرار في سبيل أن توصلون إلى أعلى النقاط. تمام؟ تمام. زين، هسه بما تحبون نبدي؟ ويا الكربلة ولا البصرة؟ من المستعد أكثر؟ إن شاء الله كلنا مستعدين. كلنا مستعدين، كيفك؟ كلكم مستعدين؟ كلنا مستعدين. زين، بما أنكم اثنينكم مستعدين، إحنا راح نبلش مع البصرة. أصحاب خطوة ها؟ أهلا وسهلا. يلا. نبلش ويا البصرة، والبصرة إن شاء الله راح يكون لكم حظ جيد، وراح تكون أيضا خبراتكم ومعلوماتكم واستعدادكم إلى دور كبير في تأهلكم إلى إن شاء الله المراحل القادمة ضمن أجواء المسابقة. إذن نبلش معاكم، ونبلش مع مجتبى. مجتبى مصطفى عباس، محافظة البصرة، جامعة البصرة، كلية التربية العلوم الإنسانية، قسم تاريخ. إن شاء الله نتقدم المرحلة اللي بعدها، والأمل كبير إذا وصلنا. إذن مجتبى راح نبلش معك. نعم. في كل سؤال عندنا 30 ثانية فقط للوصول للإجابة الصحيحة. راح يظهر معنا السؤال، والسؤال لحضرتك يقول: العشار هي منطقة تجارية تقع في مدينة البصرة وسميت بهذا الاسم، لماذا سميت بهذا الاسم؟ عندنا 3 خيارات، والاختيارات الثلاث تقول: هل لأنه كان يؤخذ العشر من ثمن البضاعة التي تورد أو تصدر؟ نعم. أم الخيار الثاني يقول لأنه كان يوجد فيها 10 محال للبيع فقط؟ نعم. أو الاختيار الثالث والذي يقول مجرد تسمية أطلقت من بلدية البصرة؟ نعم. 30 ثانية بلشت وياك من الآن مجتبى، خلي ببالك. أما 10 نقاط أما صفر، وأنت بالجولة الأولى الدرجة الوحدة تهمنا جدا يا مجتبى. على الجواب الاول، الجواب الاول لانه كان يوجد ياخذ العشر من ثمن البضاعه التي تورد او تصدر، لانه كان على الجواب الاول اختيار الاول. نعم. زين، انت هذا ضربه حظ ولا عندك معلومه؟ لا، مثل الاخير مجرد تسميه اطلق على البلديه، لا، لان هي الشيء اكيد لها جذور. اما 10 محال ما اتوقع، لان السوق حتى لو يبدي ما يبدي بعشرة، شيء اكيد راح تكون من محلات بسيطة، حتى لو كانت زين كشكات نوب تكبر، لكن أكد على الأول أشوف يعني الإجابة الأولى. الإجابة الأولى إن شاء الله تكون صحيحة. إذا نثبت على الإجابة الأولى، والثلاثين ثانية انتهت ويا إجابتك. نعم. جيد، الأمور مالتنا لحد الآن عدلة، وإلا لو كان خلصان الوقت ما مجاوب، لأن الكنترول معانا. نعم. إذا الإجابة الأولى يثبت عليها مجتبى، لأنه كان يأخذ العشر من ثمن البضاعة التي تورد أو تصدر. أنا مثلكم ما أعرف الإجابة. كنترول راوينا الإجابة، خلينا نشوف الإجابة شنو تقول يا مجتبى، وأنا وياك نشوف الإجابة إذا كانت صحيحة
أو لا. كنترول، الإجابة صحيحة وعفي عليك يا مجتبى، وبلشنا وياك بالعشر نقاط الأولى. إذن جامعة البصرة 10 نقاط في السؤال الأول ضمن الجولة الأولى. الآن نروح إلى جامعة كربلاء. جامعة كربلاء راح يكون معاكم أيضا السؤال الأول مع زهير حصرة. زهير محمد الخال كربلاء، أول مبادرة إن شاء الله المسابقة، نتفائل خير إن شاء الله، إن شاء الله الأولى إن شاء الله. تمام، مستعد إن شاء الله زهير؟ إن شاء الله. يلا نبلش معاك السؤال الخاص بحضرتك. يقول أبو العتاهية هو لقب لشاعر كربلائي ولد في عين التمر، واسمه ما هو اسمه؟ هل الاختيار الأول ويانا يقول، نشوف الاختيارات شباب، هل هو جواد الهر أم الاختيار الثاني إسماعيل بن القاسم أم الاختيار الثالث والذي هو عباس أبو الطوس؟ عندك 30 ثانية بلشت من الآن. من هو صاحب لقب شاعر كربلاء أبو العتاهية؟ من هو؟ 30 ثانية. الإجابة من عندك حصرا، هذا الجواب مخصص لحضرتك فقط يا زهير. شلونها معلوماتك بالجانب الشعري؟ إن شاء الله عباس أبو الطوس. عباس أبو الطوس، متأكد؟ ترى 10 نقاط يعني الله. ممكن تصعدنا وممكن ترجعنا وإحنا الله. على بداية السكة يا زهير. إن شاء الله نقول عباس أبو الطوس. عباس أبو الطوس، عندك وقت تثبت ولا انتهى الوقت؟ خلاص انتهى الوقت، والإجابة يثبت عليها زهير هي عباس أبو الطوس. أنا مثلك يا زهير، ننتظر الإجابة من الكنترول، والكنترول يقول للأسف الإجابة خاطئة يا زهير، هو ليست عباس أبو الطوس الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة يا زهير هو إسماعيل بن القاسم الملقب بأبو العتاهية. لا بأس، الفرصة لا زالت موجودة والجولة لا زالت قائمة، وبالإمكان جدا أن نعدل نقاطنا. الجولة الأولى قيمة السؤال بعشر نقاط، الجولة الثانية قيمة السؤال بثلاثين نقطة، الجولة الثالثة قيمة السؤال بخمسين نقطة. فعندكم فرصة، لكن مع ذلك تحتاجون تركزون وتكونون مسيطرين. نرجع للبصرة ونروح لحسين. حسين علي ناصر، محافظة البصرة، جامعة البصرة، إن شاء الله المركز الأول والثاني. حسين شلون هالمعنويات؟ تمام؟ تمام. جيد، السؤال الأول كانت متوقع إجابته؟ متوقع إجابتي. جيد، يعني من شفت الإجابة ومستوى السؤال حسيت أنه أنت راح تكون إجابتك تمام؟ إن شاء الله. إن شاء الله. روح السؤالك، والسؤال يقول مدينة أثرية تقع في مدينة بابل، مدينة أثرية تقع في مدينة بابل، هل هي بورسيبة أم الحضر أم النمرود؟ ركز 30 ثانية. مجتبى سألنا على البصرة وهو ابن البصرة، كانت أموره تمام. إحسين إن شاء الله الاختيار الثاني الحضر. الحضر، عندك معلومة أكيدة؟ تقريبا يعني ما متأكد من هذه. عندك 30 ثانية يعني قاربت على أن تنتهي، لكن بإمكانك أن تختار إجابة نهائية وتنطيني إياها. أما تصيرون 20 ثالث مدينة النمرود أو تبقون 10. إجابة أخيرة. إجابة أخيرة مدينة النمرود. مدينة النمرود. كنترول، انتهى الوقت ويانا، وحسين يقول مدينة النمرود، هل يا ترى الإجابة صحيحة أم لا؟ سويا ننتظر الكنترول، الكنترول يقول الإجابة خاطئة للأسف يا حسين. شنو الإجابة الصحيحة كنترول؟ الإجابة الصحيحة هي بورسيبة. إذن لا تزعل حسين، بكل الحالتين بكل الإجابتين هي كانت خاطئة حتى لو كنت مختار الاختيار الأول. إذن نتمنى التوفيق لكلا الفريقين. 10-0. يلا نروح البشير. بشير حاطمة، جامعة كربلاء، إن شاء الله الفوز نهاية أول مسابقة، إن شاء الله الأول. شلون الأمور تمام؟ إن شاء الله تمام. مستعد بشير؟ إن شاء الله. تعدل الميزان ولا شلون؟ الله كريم. الله كريم ونعم بالله. نروح سؤالك يا بشير، وسؤالك يقول ناحية بصية من نواحي محافظة المثنى وهي تتبع لقضاء، أي قضاء تتبع؟ هل لقضاء الخضر أم لقضاء السلمان أم لقضاء الوركاء؟ ركز 30 ثانية. قلت لي دارس جغرافيا؟ نعم. يا سلام، يفترض تعرف الإجابة. ثبت على السلمان. السلمان؟ نعم.
متأكد؟ متأكد إن شاء الله. عندك فرصة 30 ثانية. نثبت على السلمان. نثبت على السلمان. عندكم صفر السؤال الأول وجاوبت على قضاء السلمان. نعم. ونشوف الوقت خلص كونترول صح؟ السلمان إجابة صحيحة وعفي عليك يا بشير، كان واثق من معلومته والجغرافيا إجت في محلها والسؤال إجا على مرامة. تمام؟ كل التوفيق لكم. إذا صار معانا 10 نقاط جامعة كربلاء، 10 نقاط جامعة البصرة. نروح للسؤال الثالث ونروح لعلي. علي فاز محمد البصرة إن شاء الله إذا الله سهل. لا نتوقع الحمد لله إن شاء الله فوز، مسيطرين وفول معنويات. شلونك يا علي؟ الحمد لله تمام خير. يلا نروح للسؤال وأنت مستعد إن شاء الله. والسؤال يقول: شهدت منطقة ذيقار المعروفة اليوم باسم الناصرية، كلنا احنا نعرف الناصرية، معركة بين قبائل العرب والفرس، انتصر فيها العرب على الفرس، وكان ذلك في عام، أي عام كانت هذه المعركة؟ هل في عام 609 للميلاد، أم في عام 407 للميلاد، أم في عام 906 للميلاد؟ أنت تاريخ صح؟ صح. حلو، لحد الآن احنا ما ظلمناك. التاريخ الأهل التاريخ. والسؤال يقول: منطقة ذيقار شهدت معركة يا سنة؟ 609 للميلاد. 609 ولا 906؟ ثاني قريبات. 609 الخيار الأول. الخيار الأول 609 ونقطع التوقيت خلاص. نثبت يا علي. تتحمل النتائج؟ إن شاء الله. يتحمل النتائج ونسمع الإجابة ونشوف الإجابة الصحيحة من الكنترول. إجابة صحيحة، عافية عليك يا علي. عندك المعلومة مرة عليك ولا ضربة حظ؟ مرة عليك. كل التوفيق. جيد، الآن نروح لمن؟ لمحمد. محمد جاهل عاشور جامعة كربلاء، توكل على الله. أنا بالرابعة بالثالثة طلعت. خلينا نشوف هنا شلون راح تكون مستوى الإجابة. يلا شباب نروح إلى السؤال الثالث لجامعة كربلاء ونشوف السؤال الخاص بمحمد. السؤال معانا يا محمد يقول: من أهم المساجد التراثية في مدينة سامراء؟ من أهم المساجد التراثية، هل هو المسجد الجامع، أم مسجد براثة، أم مسجد أبي دلف؟ سامراء. ركز، عندك 30 ثانية، أما تصيرون 20 تتعادل الكفة وتكونون أقرب للفوز أو تبقون على نقاطكم العشرة. 30 ثانية مو أكثر، نحتاج إجابة قبل انتهاء الوقت. الأخيرة. الأخيرة اللي هو مسجد أبي دلف. زي ليش مو الأولى؟ سامع بي بس مو السامرة. سامع بي؟ بس مو بسامرة. بس مو بسامرة بالنسبة للأول. زين، إذا نثبت على الأخير. الأخير. يثبت على الأخير محمد ويقول مسجد أبي دلف هو الإجابة الصحيحة. كنترول، تتفق ويا محمد ولا عندك رأي آخر؟ يتفق ويا محمد وإجابة صحيحة، عافية عليك يا محمد. إذن 20 نقطة لكلا الفريقين ولازمنا بالسؤال الثالث. الآن وصلنا إلى السؤال الرابع ضمن الجولة الأولى وهو موجه للفريق ككل، بإمكانكم التشاور والوصول للإجابة الصحيحة. تمام أنتم كذلك؟ إن شاء الله. نبلش ويا البصرة وسؤالكم يقول: يا شباب، من أبرز المواقع الأثرية في قضاء النعمانية موقع تل الولاية، وهو بقايا مدينة، أي مدينة؟ هل أور السومرية، أم الاختيار الثاني لارك السومرية، أم الاختيار الثالث وهو الوركاء السومرية؟ الإجابات لعلها متقاربة، لكن أنتم إن شاء الله قدر هذه المسؤولية وعسى بتشاوركم توصلوا للإجابة الصحيحة. جمهورنا أنتم خليكم متابعين معانا خلال الوقت، كل واحد منكم يشجع مجموعة. لارك السومرية. لارك السومرية. متأكدين شباب؟ إن شاء الله. جيد، هسه الوقت انتهى. نعم. منو كان صاحب الإجابة؟ علي. علي لو حسين؟ حسين اختار الوركاء. زين. ريت لارك. لارك اختار. بينا قلنا لارك السومرية. لارك السومرية. ايه. مجتمع تتفقوا وياهم؟ ان شاء الله اتفقوا وياهم. ان شاء الله. ان شاء الله. شانك ما مقتنع يا مجتمع. شوي قريبة يعني، مثلا الوركة اعتقد بالناصرية كذا يعني. المهم انت رحت من رأي الجماعة خلاص. ان شاء الله ان شاء الله تكون صحيحة. تثبتون على لارك السومرية. ان شاء الله لارك السومرية. من باب خير الامور اوسطها نشوف الكنترول، والاجابة هي اللارك السومرية. اجابة صحيحة، عافية عليكم يا شباب. اذا
التشاور جاب بنتيجة إيجابية الحمد لله، ونتمنى لكم التوفيق. إذا صار معانا 30 نقطة لفريق جامعة البصرة، ولازلنا بالعشرين نقطة يا جامعة كربلاء، وسؤالكم إن شاء الله يوصلكم لـ30 ويعبركم للجولة الثانية. يلا كنترول، نروح إلى السؤال الخاص بجامعة كربلاء. السؤال بإمكانكم أن تشاورون وتوصلون الإجابة الصحيحة، والسؤال يقول: إلى ماذا ترمز الأشعة التي تحيط بالإكليل الذهبي الذي يعلو قبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ إلى ماذا يرمز هذا الأشعة؟ هل ترمز إلى الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، أم ترمز إلى أصحاب الكساء عليهم السلام، أم ترمز إلى المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام؟ 30 ثانية وبإمكانكم تشاورون، وهذه فرصة جيدة عسى أن تصلوا للإجابة الصحيحة. مشاهدينا، ظلوا كل واحد من عندكم يشجع فريق، أكيد كل واحد من عندنا اليوم يتابع ويشوف الإجابات، من حقه يشجع فريق من الفرق. أما البصرة، أما كربلاء، 10 ثواني انتهت وياكم شباب، نحتاج إجابة. الأولى إن شاء الله، نقول الأولى ترمز إلى الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. زهير، أنت تبنيت الإجابة ولا مجرد قلتها؟ مشاورات يعني، ومحاورات. مشاورات ومحاورات، لكن كنت مقتنع بإجابتهم ولا لا؟ إن شاء الله نقول مقتنعين. مقتنعين بالإجابة الأولى؟ إن شاء الله الإجابة الأولى، نعم. الإجابة الأولى اللي ترمز إلى الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. كنترول، شو يقول؟ كنترول يقول للأسف الإجابة ليست كذلك يا شباب، الإجابة خاطئة للأسف. الإجابة الصحيحة هي إلى الأئمة المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام. تمام، 20 نقطة لا بأس بها شباب، 30 نقطة هم هي مو النهاية يا شباب، عندنا جولات قادمة والسؤال الواحد بها بـ30 درجة، يعني خلونا محافظين على همتنا وتركيزنا في سبيل أن نعوض، في سبيل أن نستمر. تمام، إذن انتهت الجولة الأولى معنا مشاهدينا الكرام برصيد 20 نقطة إلى جامعة كربلاء و30 نقطة إلى جامعة البصرة. خليكم ويانا، نروح فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين نكمل معاكم في الجولة الثانية في مسابقة معارف التراث. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل لنواصل وياكم حلقتنا ومسابقتنا في معارف التراث. نكمل مع فريقنا الموجودين معانا، جامعة البصرة وجامعة كربلاء، أهلا بكم مرة ثانية، ونبلش معاكم بالجولة الثانية. كما اعتدنا نبلش مع فريق البصرة. فريق البصرة بالجولة الثانية كذلك عندنا 4 أسئلة، سؤال لكل واحد من عندكم، والسؤال الأخير راح يكون مشترك لحضراتكم جميعا. تمام، جاهزين؟ جاهزين. يلا البداية وياك يا مجتبى، ونروح للسؤال الأول ضمن الجولة الثانية. السؤال الأول يقول: شاعر قال له الفرزدق عندما حكمه في شعره، أو حكمه في شعره: يا ابن أخي أذع ثم أذع، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي، فمن هو؟ السيد الحميري، أم كشاجم، أم الكميت بن زيد الأسدي؟ 30 ثانية عندك يا مجتبى، فقط 30 ثانية. هنا لازم تسترجع ذاكرتك الأدبية، أدري بيك تاريخ، وجوز التاريخ يوديك إلى هيك إجابات، ما أعرف، عسى ولعل. أقول أن السيد الإجابة الأولى السيد الحميري. السيد الحميري، تأكد يا مجتبى؟ نعم. 30 ثانية خلاص، نقطع التوقيت. تمام، نقطع التوقيت. كنترول ويقول نثبت على الإجابة الأولى اللي هي السيد الحميري. إجابة للأسف خطأ يا مجتبى، الإجابة الصحيحة هي الكميت بن زيد الأسدي. تمام، العوض قادم إن شاء الله، خليك مركز، وخلينا شباب أيضا مركزين ودقيقين بالوصول للإجابات. إذا بقينا على 30 درجة فقط يا شباب، وننتقل إلى جامعة كربلاء مع زهير. زهير، شلون المعلومات بالسؤال الثاني؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. سؤالك يقول: من القائل أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ 50 سنة لست أجد أحدا يصلبني عليها؟ هل هو الفرزدق، أم دعبل الخزاعي،
أم السيد الحميري؟ من الذي قال؟ يلا يا زهير 30 ثانية بلشت وياك، ونحتاج منك التركيز واستثمار الوقت، ونحتاج منك درجات أيضا حتى تأهل فريقك. يلا، هل الفرزدق أم دابل الخزاعي أم السيد الحميري هو الذي قال أحمل خشبتي على كتفي منذ 50 سنة ولا أجد أحدا؟ ها؟ ثبت على الثالثة السيد الحميري. ثبت على الثالثة السيد الحميري. يعني هي ما نفعت وياش جماعة، قلت تنفع وياي. يجوز وياي يعني السير، يعني يجوز وياي تنفع. نعم. من هذا الباب جائز. نعم جائز. الكنترول يقول لا ما جائز. الكنترول قانونه يختلف عن قانوننا، لا خير الأمور أوسطها ولا غير ذلك. يقول الإجابة الصحيحة هي دعبل الخزاعي وليس السيد الحميري. طبعا هاي أول مسابقة إن إحنا يعني، إذا نتمنى لكم التوفيق. زهير ماكو مشكلة، أول ثاني ثالث، الفكرة نحتاج نركز ونحتاج نوصل للإجابات بشكل دقيق. لا بأس، الجولة الثانية عدنا بها بعد فاص، والجولة الثالثة كذلك، ومستوى الدرجات أيضا يختلف وبإمكانكم التعويض. نرجع ويا حسين ويا فريق البصرة وجامعة البصرة. سؤالكم الثاني يقول: تقع مدرسة الشيخ مهدي الدينية في وين؟ النجف الأشرف أم الكاظمية أم في كربلاء المقدسة؟ أين تقع هذه المدرسة؟ عندك 30 ثانية حسين، وفريقك ينتظر منك إجابة صحيحة حتى نصعد 30 درجة إضافية، لأن قيمة السؤال في هذا الجولة 30. الاختيار الثاني كاظمية. تثبت على الكاظمية ولا تنتظر وقتك ينفع؟ نثبت على الكاظمية. شباب كنترول، حسين يقول الكاظمية، إجابته وإجابة للأسف خاطئ. إحنا رح يصير عندنا مشكلة باللون الأحمر، لأنه رح يأذينا. الأخضر يقول النجف الأخضر، والنجف الأشرف هو الإجابة الصحيحة. إذن للأسف الإجابة خاطئة يا حسين، الكاظمية الإجابة ليست صحيحة. الإجابة الصحيحة هي النجف الأشرف، واللي تظهر معانا باللون الأخضر. إذن نتمنى التوفيق إن شاء الله في الجولة القادمة، وخلونا مركزين. وهذه المعلومات هي طبعا مو يعني مو سهلة، فبالنتيجة ليس من المتوقع أن نكون نعرفها، فخلونا منضوج إذا إحنا ما عرفنا إجابة من الإجابات. بشير المهمة القادمة إليك، ونحتاج منك ترفع الدرجة، أما تصيرون 50 أو تبقون 20. والسؤال وياك يا بشير يا جامعة كربلاء، يقول مؤسس المدرسة المظفرية، أكو مدرسة اسمها المدرسة المظفرية، مؤسسها هو من؟ الاختيار الأول، هل هو الشيخ محمد رضا المظفر أم الشيخ محمد جواد البلاغي أم آية الله العظمى السيد السيستاني؟ من هو مؤسس هذه المدرسة؟ ثبت على الإجابة الأولى، الشيخ محمد رضا المظفر. تثبيتك بهذه السرعة معناتها عندك معلومة إن شاء الله. متأكد؟ بإذن الله تعالى. بشير يعني ننهي الوقت خلاص إن شاء الله. والله واثق الخطى يمشي ملكا، خلنا نشوف. يلا كنترول، يقول الشيخ محمد رضا المظفر. للأسف يا بشير. زين تعال مين لك المعلومة؟ يعني مناسب. ها؟ تنسيق بين السؤال والإجابة. تنسيق بين السؤال والإجابة. يعني على وزن المظفرية قلت المظفر، باعتبار ينسب الشيء له. إن شاء الله. للأسف الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي آية الله العظمى السيد السيستاني. للأسف يا بشير. الإجابة خاطئة. تمام، يلا خلونا ونشوف الفرصة الثالثة مع الفريقين، أما علي وأما محمد. خلينا نشوف شو راح يعادلون النقاط. يلا علي نبقى بالجولة الثانية، والسؤال الثالث ضمن هذه الجولة يقول: مكتبة معروفة عامرة بنفائس المخطوطات وكثرة عددها، يقصدها القاصي والداني، أسسها السيد أبو المعالي شهاب الدين الحسيني، فهل هي مكتبة السيد العلامة أم المكتبة السليمانية أم مكتبة السيد المرعشي؟ 30 ثانية يا علي، حاول تركز وتوصل للإجابة. أي اختيار من الاختيارات الثلاث هو الإجابة الصحيحة على السؤال؟ مو بالضرورة تكون عندك المعلومة، لكن حاول توصل، حاول تربط، حاول تطبينا إجابة صحيحة وتصعد بنتائج فريقك. يلا 30 ثانية راح تنتهي. السيد العلامة الأول. الإجابة الأولى السيد العلامة، وانتهى وقتك بهذه الإجابة. إذن كنترول، علي يقول الإجابة هي مكتبة السيد العلامة،
والكنترول يقول لا، الإجابة الصحيحة هي مكتبة السيدة المرعشي. يلا حظ أوفر، خلونا 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 صامدين وإن شاء الله النتائج القادمة تكون أفضل. للأسف يا علي إجابتك كانت خاطئة. خلينا نحول ويا محمد. كلا الفريقين ما جاوبوا بهذه الجولة، هل يا ترى راح تكسر القاعدة ولا لا؟ شو تقول؟ إن شاء الله. تقول إن شاء الله. إن شاء الله. حسب السؤال. نروح للسؤال. السؤال يقول إن نجاح أي مكتبة في تأدية دورها المعرفي وإنجاز أهدافها يتوقف على شنو؟ هل على البناية العامة للمكتبة، أم على الهيئة المتولية للإدارة، أم كثرة ما فيها من النفائس والمخطوطات؟ على شنو منطقيا؟ هسا حاول تحل الموضوع. نعم. وتنطينا الإجابة. 30 ثانية عندك. كثرة نفائس المخطوطات وتنوعها. كثرة نفائس المخطوطات وتنوعها. محمد متأكد؟ إن شاء الله. نوقف التوقيت. إن شاء الله. انتهى الوقت يا محمد، والإجابة الأخيرة هي الإجابة الصحيحة. عفية عليك. وإذن 30 درجة تضاف إلى رصيدكم حتى تصيرون 50 درجة جامعة كربلاء، 30 درجة جامعة البصرة. ولازلنا بالجولة الثانية والسؤال الرابع. محمد شكرا، عدلت الدرجات وصارت المنافسة لربما شوية أقوى ما بين الفريقين. نكمل ونروح إلى السؤال العام، السؤال الموجه لكلا الفريق. السؤال يقول يا جماعة البصرة، أول استخدام للتوريق والزغارف النباتية على نماذج الخشب والجص والآجر كان في مدينة سامراء بالعراق، أم مدينة القاهرة في مصر، أم المدينة المنورة في الحجاز؟ وين كان هذا الموضوع بالبداية؟ هل التوريق كان في سامراء أم القاهرة أم المدينة المنورة؟ 30 ثانية فقط يا شباب. سامراء، مدينة سامراء بالعراق. شاب، مدينة سامراء بالعراق. شاب. مش تبغى حسا كنت تمنيت الإجابة وقلت لهم خلينا الأغلبية رحنا السامراء. الأغلبية رحتوا السامراء. سامراء. خمس ثواني عندك يا مشتبه. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة يا رب. إذن سامراء في العراق يا كنترول، إجابة صحيحة عفية عليكم. إذن في مدينة سامراء هو أول استخدام للتوريق والزغارف النباتية. إجابة موفقة وصرنا 60. إذن من 50 to 60 10 نقاط. أنتوا هنا بإمكانكم تعبرون 60 وبإمكانكم تبقون على 50. الأمر راجع لكم. والسؤال يقول السؤال الخاص شباب، السؤال الخاص بجامعة كربلاء في الجولة الثانية. والسؤال الرابع يقول المتحف القبطي من متاحف الأردن أم مصر أم الإمارات؟ المتحف القبطي، أنتوا دارسين جغرافيا وعربي. مصر أستاذ. مصر. مصر. زهير رايح لمصر؟ إن شاء الله. رايح؟ إن شاء الله. لا ما رايح، بس الإجابة صدق مصر. الإجابة مصر. نعم. يعني عندك معلومة قاريها شايفها؟ إن شاء الله قاريها. 10 ثواني. إن شاء الله مصر. ثبت على مصر. زهير يثبت على مصر. والكنترول يقول. شو يقول الكنترول؟ يقول مصر إجابة صحيحة. عفية عليكم يا شباب. إذا مصر إجابة صحيحة وتعدلت عندنا الدرجات وصرنا 80 جامعة كربلاء، 60 جامعة البصرة. هنا نكون انتهينا من الجولة الثانية شباب، وبقت عندنا جولة واحدة. الجولة الثانية راح يكون قيمة السؤال الواحد 50 درجة، فنحتاج نستعد جيد حتى ندخل بالجولة الثالثة وتكون أمورنا إن شاء الله تمام ونتأهل إلى المستوى الثاني. متفقين إن شاء الله؟ نتمنى التوفيق لكلا الفريقين ولكم أيها الأحبة الكرام. نروح معكم إلى فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع نكمل وياكم جولتنا الثالثة في معارف التراث. رجعنا وياكم مشاهدين الكرام، والجولة الثالثة في مسابقة معارف التراث ما بين جامعتي البصرة وكربلاء. أهلا بكم شباب مرة ثانية. شلون المعنويات وإحنا طابين على الجولة الثالثة الأخيرة؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. 80 جامعة كربلاء و 60 جامعة البصرة، لكن الجولة الثالثة ممكن تتغير بها كل النتائج. ممكن اللي صاعد ينزل، وممكن اللي نازل يصعد، وممكن العكس. هذا راجع لهمتكم وراجع لإصراركم على أن تحصلون على الإجابات الصحيحة وعلى النقاط. متفقين شباب؟ إن شاء الله.
متفقين؟ قيمة السؤال هنا 50 درجة، يعني سؤال واحد ممكن يغير كل الموازين. تمام يا بشير؟ إن شاء الله. متفقين يا علي؟ إن شاء الله. تمام. إذا نبلش ويا البصرة وجامعة البصرة في الجولة الثالثة، والسؤال الأول لمجتبى. السؤال يقول: تقع مغارة النور التي يروى إن ولادة نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت فيها في محافظة، في أي محافظة؟ مغارة النور في أي محافظة كانت؟ الاختيارات تقول: هل كانت هذه المغارة في ذي قار الناصرية، أم في ميسان، أم في بابل؟ ميسان أم بابل أم ذي قار؟ 30 ثانية يا مجتبى. وقيمة هذه الإجابة 50، يعني 60 ممكن تصير 110، وانت بكيفك يا مجتبى. حاول تنطيني الإجابة الصحيحة. هو بين ذي قار وبابل، وروح ذي قار إن شاء الله. ذي قار. بابل مو أقرب؟ لا، ذي قار ناصرية، ويسار الناصرية ترجع نبي الله إبراهيم. زين، ومنها بيت النبي الله إبراهيم إن شاء الله. وقتنا خلص، وقتنا خلص إن شاء الله. إذا نثبت على ذي قار. ذي قار الناصرية إن شاء الله. وأنت الأول، وبدينا بالإجابة الأولى، والإجابة الأولى تقول خطأ يا مجتبى. الحمد لله. الإجابة الصحيحة بابل، وأنا ما أعرف الإجابة، لكن قلت لك بابل أقرب، وعلى أرض الواقع بابل أقرب. تمام، يلا من الناصرية ومن بابل نروح الكربلة وجامعة كربلة. سؤالكم يا شباب راح يكون مع زهير في البداية كما اعتدنا، والسؤال يقول: يا زهير، في هذه الجولة محمد بن سليمان الملقب بفضولي البغدادي هو شاعر عراقي له دواوين شعر باللغة العربية والفارسية والتركية، أين دفن؟ دفن في كربلاء المقدسة، أم الحلة، أم بغداد؟ وين يا زهير الإجابة الصحيحة؟ عندك 50 درجة وثلاثين ثانية تقدر بيها تحصل 50 أو لا. ركز وحاول تنطيني الإجابة الصحيحة. أين دفن الشاعر فضولي البغدادي؟ في بغداد، أم الحلة، أم كربلاء المقدسة؟ عندك 10 ثواني. نقول بالحلة. نقول بالحلة، يعني قبل شوية ما صارت ويا جماعة البصرة، عسى تصيب ويانا. ها عسى ولعل. هو تستخدم هاي القاعدة زهير. خلص الوقت. الحلة. خلص الوقت ويقول الحلة، وللأسف الحلة إجابة خاطئة يا زهير. الإجابة الصحيحة هي كربلاء المقدسة. لا بس، إن شاء الله القادم أفضل. عندنا فرصة وعندنا متسع من الوقت، متبقي بثلاثة أسئلة لكلا الفريقين، وإن شاء الله تكون الأمور بها تمام. نرجع ويا حسين، وسؤالك يقول: يا حسين، من أعلام القرن الرابع عشر الهجري له كتاب شهير موسوم بإرشاد العباد إلى حرمة لبس السواد وغيره من الأمور الكتب الأخرى، هل الإجابات السيد إعجاز حسين الكنتوري، أم الشيخ محمد رضا بن مهد بن محمد تقي الشرقوئي، أم الشيخ علي بن شهاب الدين محمد الهمداني؟ يلا يا علي، 30 ثانية فقط عندك حتى تجاوب الإجابة الصحيحة. مع الجواب الثالث، الشيخ علي بن شهاب الدين محمد الهمداني. الجواب الثالث. متأكد من الإجابات يا حسين؟ ركز، صاحبك ما جاب لنا 50 درجة. روح مع الهمداني الثالث. اثبت مع الهمداني ونقطع الوقت خلاص، ونعتمد الإجابة كنترول، ويقول الإجابة الثالثة، وللأسف يا حسين الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة يا حسين هي الشيخ محمد رضا الشرقوئي. إذن للأسف الإجابة كانت غير موفقة، وما حصلنا 50 درجة يا شباب. نرجع وياكم جامعة كربلاء، ونرجع ويا بشير والسؤال الثاني. السؤال الثاني وياكم شباب يقول: شنو يقول السؤال؟ نوع من أنواع الورق الذي يستخدم في صناعة أغلفة المخطوطات. في أغلفة المخطوطات أكو ورق يسمى، هل هو الورق المشمع، أم الورق المقوى، أم الورق النشاف؟ عندك خبرة بهذا الجانب ولا لا بشير؟ 30 ثانية فقط. عندك خبرة ما عندك خبرة، معيار الوقت هنا واحد. 30 ثانية توصلنا للإجابة الصحيحة. إن شاء الله الإجابة الأولى، الورق المشمع. الورق المشمع هو الذي يستخدم في صناعة أغلفة المخطوطات. إن شاء الله. متأكد؟ مثبت الإجابة؟ انتوا 80 بس مو معناتها انتوا الفايزين. ثبت؟
إن شاء الله. إذا نعتمد الإجابة الأولى الورق المشمع، وللأسف الإجابة خاطئة يا بشير. الإجابة الصحيحة يا كنترول هي الورق المقوى. سؤالنا عن المخطوطات. زين نكمل إن شاء الله. السؤال الثالث يكون تمام من نصيب محمد ولا نصيب علي؟ الله أعلم. نبلش ويا علي، وسؤالك في الجولة الثالثة يقول يا علي: أحد المصطلحات التالية استعمل في الغرب الإسلامي للتعبير عن الوقف، هل هو التحبيس أم التجليف أم التحويق؟ استعمل في الغرب الإسلامي للتعبير عن الوقف، فهل هو التحبيس أم التجليف أم التحويق؟ 30 ثانية يا علي. يجوز السؤال غريب ما مر عليك، شو تقول؟ ثبت على الثاني. ثبت على الثاني، التجليف. متأكد علي؟ إن شاء الله. نثبت الوقت؟ توكل. خلص الوقت، والإجابة هي التجليف. إجابة خاطئ للأسف يا علي. التحبيس هو الإجابة الصحيحة. كان عليكم أن تركزون أكثر، ما أعرف إذا كانت المعلومات هي مرة عليكم أو لا، بس كل الأحوال نتمنى لكم التوفيق، ومتبقي عندكم سؤال إن شاء الله تعوضون. محمد، بالجولة الثانية السيناريو كان مشابه لهذا السيناريو صح؟ إيه صح. يا ترى في الجولة الثالثة هل راح يبقى نفس السيناريو أم راح يكون عندنا سيناريو مختلف؟ محمد تريد نفس السيناريو أنت؟ شكرا. أكيد. يلا نروح لسؤالك، وسؤالك يقول: من التراث المحقق لابن كمال باشا المتوفى 940 للهجرة رسالة مطبوعة بتحقيق وتعليق الدكتور مناف مهدي محمد الموسوي، تعرف به هذه الرسالة، تعرف به رسالة في تحقيق كلام البدخشي، أم رسالة في تحقيق معنى السيد والسيادة، أم رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية؟ محمد 30 ثانية فقط عندك، وثلاث اختيارات فقط متاحة لك حتى توصل للإجابة الصحيحة وتحصل على 50 درجة. شنو من هذه الاختيارات هو الاختيار الصح؟ الأخيرة. الأخيرة. ليش الأخيرة محمد؟ تعريب الكلمة الأعجمية. عندك معلومة ولا ضربة حظ؟ إن شاء الله أروح عليها يعني. ضربة حظ؟ أروح عليها ضربة حظ. الروح عليها والله كريم. الله كريم. انتهى الوقت، ويقول رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية. كنترول نطينا الإجابة الصح، والإجابة صحيحة. عافية عليك يا محمد. إذا نتكرر معانا سيناريو الجولة الثانية، وكان محمد من نصيبه الفوز بهذه الجولة مرة ثانية. كل التوفيق. 130 درجة جامعة كربلاء، 60 درجة جامعة البصرة. عندنا سؤال أيضا لكلا الفريقين، والسؤال يقول: يا شباب جامعة البصرة، السؤال يقول: للشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفوري كتاب مخطوط لم يرى النور بعد، هل هو سحاب البكاء أم سحاب الدموع أم سحاب المصائب؟ 30 ثانية وعدكم وقت تشاورون توصلون للإجابة. طبعا بإمكانكم تعدلون الإجابة، تعدلون الرقم، يعني مو بالضرورة أنه الفائزين الآن هم راح يكونون فائزين ب المسابقة، لأن هذه تصفيات مثل ما تعرفون، ولازمنا في الدور الأول دور المجموعات، فرصيدكم ينفعكم، ولكن ممكن يجي غيركم عنده رصيد أقل وبالتالي تصعدون، فنحتاج نركز ونوصل للإجابة. 5 ثواني متبقية عندكم شباب، وأحتاج إجابة سريعة قبل انتهاء الوقت. انتهى الوقت، نروح للبكاء. سحاب البكاء. سحاب البكاء أو سحاب البكاء. الكنترول يقول لا، كنترول يقول سحاب المصائب. للأسف الإجابة خاطئة. جامعة البصرة للأسف كانت إجابتكم خاطئة في هذه الجولة، ولم تحظون بأي إجابة صحيحة، ولكن 60 درجة هي رصيدكم ضمن هذه المسابقة، ولكن هي ليست النهاية. نروح ويا جامعة كربلاء، وسؤالكم الأخير أنا أخرته، لأن يعني إحنا بكل الحالتين صار عندنا 130 و60، فأنتم كل الأحوال صاعدين بهذه الحلقة، بهذه الجولة. سؤالكم يقول: شباب كتاب
فقهي استدلالي مخطوط في عدة مجلدات للشيخ علي بن خليل بن علي الخليلي الطهراني المتوفى سنة 1297 للهجرة، هو ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، أم خزائن الأحكام في شرح تلخيص المرام، أم معيار الأحكام في شرح شرائع الإسلام. 30 ثانية تقدرون تشاورون مع بعض وتوصلون للإجابة الصحيحة. زهير إذا عندك إجابة شاور فريقك إن شاء الله ونطينا الإجابة الصحيحة. إن شاء الله 30 ثانية عندكم استثمروها، حتى وإن كانت عندكم 130 حاولوا تضيفوا لها نقاط، لأن النقاط مهمة جدا في عملية التأهل والتفاضل ما بين الفرق. 10 ثواني عندنا نحتاج إجابة. نعم إجابة الاختيار الأول، ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام. والحرام انتهى الوقت، والإجابة الأولى كنترول يقول إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الثانية، خزائن الأحكام في شرح تلخيص المرام. لا بأس شباب، إن شاء الله بقينا على ما نحن عليه، 130 ب 60 إلى جامعة البصرة. قبل ما ننهي الحلقة عندنا سؤال خاص بجمهورنا اللي يتابعونا أكيد عبر الشاشة، هناك جوائز قيمة بانتظاركم من خلال المشاركة معنا في الإجابة على سؤال الجمهور. في كل حلقة سيكون لنا سؤال مخصص للجمهور، وهنالك أيضا جوائز قيمة للثلاث فائزين في الموسم. الجائزة الأولى ستكون هي الذهاب إلى زيارة بيت الله الحرام، الجائزة الثانية هي الذهاب إلى زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والجائزة الثالثة هي الذهاب إلى زيارة مرقد السيدة زينب عليها السلام. والسؤال سؤال الجمهور يقول: كتاب الوسائل إلى النجاة هو من تأليف من؟ ليست لدينا اختيارات في سؤال الجمهور. سؤال الجمهور يقول: كتاب الوسائل إلى النجاة من هو مؤلف هذا الكتاب؟ نحتاج تكونون دقيقين بالوصول للإجابة وتجاوبون على هذا السؤال من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، ونتمنى لكم يا ربي إن شاء الله الفوز. شكرا لكل من شاهدنا في حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكل الفريقين، فريق جامعة البصرة شكرا جزيلا لكم، وفريق جامعة كربلاء شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام. إلى هنا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا في مسابقة معارف التراث، نلتقيكم في حلقة قادمة، لذلك الحين نقولكم مع السلامة.